ابونا اريد اسال هل احنا محميين من الحسد او ام الحسد ياثر فينا؟ المسيح له كل المجد هو حمانه وبيقدم نفسه عشان يحمي كل انسان، اللي يحتمي فيه هيحميه ويدافع عنه وما يقدرش الانسان يحتمي فيه وهو بينه وبين المسيح خطايا لان الخطايا تبقى فاصل فالانسان اللي عايش حياه توبه بيجاهد يكمل القداسه عايش في حياه مطهره نقيه يبقى ممكن يتمتع بحمايه المسيح. يعني مثلا هقول حاجه مهمه جدا احنا لما تعمدنا لبسنا المسيح يقول لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح ويجي في سفر زكريا يقول انا يقول الرب أكون سور نار من حولها ومجد في وسطها بعدين يجي من الناحية العملية يقول إلبسوا المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد يعني إيه المسيح اللي لبسناه ده سور النار حوالينا في جهادنا نخلي سور النار مقام أما نيجي نعمل خطية يتهد السور يدخل الشيطان بحسد بغيرة بأي حاجة فعلى الانسان في جهاده ان يقيم اسواره البسوا المسيح، عيش لابس المسيح، عيش لابس الحلة الأولى اللي فقدها الابن في ضلاله بره ولما رجع أبوه قال له اخرجوا له الحلة الأولى ليلبسها في المعمودية عشان كده خلي سور النار مقام حواليك يبقى الحسد ما يجس فيك. امتى يجوز الحسد لما يحصل خطيه يتهد السور يدخل الشيطان بكل قوته